السلام عليكم طلاب جريد 4، إن شاء الله هنحل مع بعض تدريبات يونت 1 بيج يا أولاد 49. طبعا أنا بشتغل من كتاب المعاصر. أول سؤال listen and choose. نصوص الاستماع يا أولاد إحنا قريناهم كتير. Number 1 our mean is made up of all the bones، بيتكون من كل العظام اللي موجودة في جسمنا، طبعا our skeleton الهيكل العظمي. Number 2 the bones not our organs، the bones protect our organs، العظام بتحمي الأعضاء بتاعتنا. Number 3 نقط are attached to our bones، مين بقى اللي بتكون متصلة بالعظام بتاعتنا؟ muscles العضلات. Number 4 muscles العضلات بتعمل ايه؟ and turn our bones to make us move، muscles lift العضلات بترفع وكمان بتشغل العظام بتاعتنا عشان العظام تقدر ان هي تتحرك. عندنا بعد كده السؤال الثاني read and complete the dialogue، هنكمل الديالوج بايه؟ system نظام، digestive هضمي، listen درس، respiratory تنفسي. الديالوج بين سما وهنا. سما بتقول ايه؟ good morning هنا، صباح الخير يا هنا، how are you، انت عامله ايه؟ قالت لها good morning سما، صباح الخير يا سما، I'm fine thanks، انا كويسه شكرا. it's our first school day in grade 4، ده أول يوم مدرسة لينا في سنة رابعة. قالت لها yes I read the first English lesson، قالت لها أيوة فعلا ده أول يوم أنا قريت إيه أول درس إنجليزي عندنا. قالت لها إيه what is it about، الدرس ده بيتكلم عن إيه؟ it's about our digestive system، بيتكلم عن الجهاز الهضمي. what does that system do، إيه وظيفة الجهاز ده؟ we use our نقط system our digestive system، احنا بنستخدم الجهاز الهضمي. when we eat and drink لما احنا ناكل او نشرب زي ما احنا اخدنا. السؤال الثالث read the following text، people who are deaf الناس الصم or can't hear well او الناس اللي ما بيقدروش يسمعوا كويس can learn sign language، هيقدروا ان هم يتعلموا لغة الإشارة. this is a language، طيب لغة الإشارة عبارة عن إيه؟ عبارة عن لغة. where we use our hands بنقدر إن إحنا نستخدم إيدينا faces وجهنا and bodies وكمان أجسامنا ليه؟ to communicate عشان نتواصل. sign language is different in each country، لغة الإشارة مختلفة في كل دولة. people use signs instead of hearing، الناس بيستخدموا الإشارات بدلا من السمع. to understand what people are saying عشان يقدروا ان هم يفهموا الكلام اللي الناس بيقولوه. people who are blind or cannot see well، طيب الناس بقى المكفوفين او اللي هم مش بيقدروا يشوفوا كويس هيعملوا ايه؟ can learn to read braille، هيقدروا ان هم يتعلموا ان هم يقروا عن طريق نظام برايل. طيب ايه هو بقى نظام برايل؟ برايل which is a code، عبارة عن شفرة using a different combination of six dots، بيتم استخدام فيها تركيبة مختلفة من النقاط وبالتحديد من ست نقاط to make a letter، الست نقاط دول ممكن يكونوا او يعملوا حرف او a punctuation mark او ممكن يعملوا علامة ترقيم or a word او كلمة. people feel the dots with their fingers، الناس بيقدروا ان هم يلمسوا النقاط دي بصوابعهم. choose the correct answer. number 1 deaf people can't ايه، الناس الصم ما بيقدروش ان هم يعملوا ايه؟ can't hear، ما بيقدروش ان هم يسمعوا. number 2 sign language is not in each country، لغة الإشارة is different، بتكون مختلفة في كل دولة أو في كل بلد. number 3 braille is a knot of dots، طريقة برايل بتكون ايه من النقاط؟ طبعا a combination of dots، تركيبة من النقاط. عندنا بعد كده number 4 how many dots are used to make a letter، كم عدد النقاط المستخدمة في صنع او في عمل الحرف؟ طبعا هو بيتكلم على طريقة برايل، كم عدد النقاط يا اولاد اللي احنا بنستخدمها عشان نعمل حرف؟ مثلا 6 dots، ست نقاط، الكلام ده موجود في النص. number 5 what do deaf people use instead of hearing، الناس الصم بيستخدموا ايه بدلا من السمع؟ بيستخدموا ايه؟ يلا بينا نشوف. people use signs، بيستخدموا اشارات instead of hearing بدلا من السمع. ممكن نكمل ونقول to understand what people are saying، هنشيل people ونكتب مكانهم ضمير الفاعل they، هنا هنكتب number 5.
عندنا بعد كده بقى سؤال ذا ريدر، احنا لسه ما اخدناش الستوري. اللي حابب يشوف الستوري، الستوري يا اولاد موجوده على التشانل بس القديمه، هي ما اتغيرتش. اوكي، نمبر 5 تشوز ذا كوركت انسر. نمبر 1 ماي تيتشر اولويز نوت اس انترستينج بروجكتس تو دو. ماي تيتشر اسم مفرد، اولويز كلمه من الكلمات الداله على زمن المضارع البسيط. طيب الاسم المفرد في زمن المضارع البسيط الفعل بعده بيكون في ايه يا اولاد؟ في اس. يبقى الاختيار الصح gives. Number two, not that robot have many uses. Do, is, does ولا are. طبعا هنستبعد is وكمان are. ليه يا مس؟ عشان الفيرب هنا have في الانفينيتيف، وبعد is و are الفيرب لازم يكون في ايه؟ ing، زمن مضارع مستمر. اتبقى عندنا do و does، مين اللي هيحدد الفاعل؟ That robot اسم مفرد، الاسم المفرد بيروح مع مين؟ مع does اللي فيها اس. Number three, Tom usually not to bed early on weekends. Usually برضو كلمة من الكلمات الدالة على مين؟ على زمن المضارع البسيط. Tom اسم مفرد، والاسم المفرد زي ما انتوا عارفين بيحب الفعل بعده في اس، من أصحاب الاس. يبقى الاختيار الصح جوز. Number four, my mom not my grandparents on Saturdays. أول ما أشوف أيام الأسبوع مجموعة، يعني هنا مثلا عندنا Saturdays أيام السبت من كل أسبوع. Number five عندنا Mondays أيام الاثنين من كل أسبوع، أعرف على طول إن هنا زمن مضارع بسيط. تمام يا أولاد، دي نقطة مهمة. My mom اسم مفرد في زمن المضارع البسيط، لازم بعد الاسم المفرد الفعل يكون في إيه؟ يكون في اس. يبقى الاختيار الصح visits. Number five, Noor and Hala مالهم نقط volleyball on Mondays. تمام، Mondays اهي. طيب هنعمل ايه يا مس؟ نور وهالة اسم جمع في زمن المضارع البسيط، الفيرب بعدهم لازم يكون فين؟ في الانفينيتيف. يبقى الاختيار الصح play. عندنا بعد كده number 6، السؤال الترتيب. number 1 need we why do and vitamins minerals. why أداة استفهام، do فعل مساعد، we subject، need verb في الانفينيتيف عشان عندنا do، vitamins and mean minerals، وينفع نقول minerals and vitamins عادي جدا. Why do we need vitamins and minerals؟ ليه احنا بنحتاج الفيتامينات والمعادن؟ Number two, often we play tennis school after. We ضمير الفاعل وبعد كده بقى often، الكلمات الدالة على زمن المضارع البسيط أنا بقول عليهم حشريين. يعني إيه حشريين؟ بيتحشروا بين الفاعل وبين الفعل. يعني إيه يا ميس؟ يعني بييجوا number two بعد الفاعل مباشرة. تمام، نكمل. we often play، إحنا غالبا بنلعب، بنلعب إيه؟ تنس. إمتى؟ after school، بعد المدرسة. number three, breathe we in nose our air through. we احنا بنعمل ايه؟ breathe in، بنتنفس. بنتنفس ايه؟ air الهواء، through خلال ايه؟ our nose. عندنا بعد كده write a paragraph عن ايه؟ the Paralympic games، مجاب عنه في نهاية الكتاب يا ولاد. عندنا بعد كده بقى test 5، اول سؤال، سؤال listen نحله، يلا بينا. our mean are walking all the time. طبعا our senses الحواس بتاعتنا بيعملوا طول الوقت. number two, we see with our، احنا بنشوف بايه؟ with our eyes، بعينينا. number three, we not with our ears، we hear، احنا بنسمع من خلال الاذن بتاعتنا. number four, we taste with our tongue، نحن بنتذوق من خلال لساننا. السؤال الثاني، read and complete the text، هنكمل التكست. vitamins فيتامينات، diet نظام غذائي او رجيم، water مياه، eat ياكل. eating the right food is very important for our health، تناول الطعام المناسب او اكل الطعام المناسب بيكون مهم جدا عشان صحتنا. بالمناسبه انا حليت السؤال ده قبل كده يا ولاد معاكم في الفيديوهات اللي قبل كده، بس مش مهم احله تاني. we need a range of different kinds of food، احنا محتاجين مجموعه من الانواع المختلفه من الطعام. المجموعه دي يكون فيها ايه؟ with lots of vitamins، يكون فيها الكثير من الفيتامينات and minerals والمعادن. we shouldn't eat بقى too much sugar، we shouldn't eat،
احنا لا ينبغي علينا ان احنا ناكل الكثير من الاطعمه اللي بيكون فيها ايه يا اولاد، شوجر اور فات، اللي بيكون فيها سكر او دهون. فروت اند فيجيتابلز، الفواكه والخضروات are healthy choices، بيكونوا اختيارات صحيه. It's important to drink lots of water، من المهم طبعا ان احنا نشرب كميات كتيره من الميه. تو ايضا especially on hot days، وخاصة في الايام الحارة نشرب مية كتير لما الجو يكون حار. السؤال الثالث، read the following text. It's important to keep our bodies healthy، من المهم ان احنا نخلي اجسامنا بصحة جيدة. Water is very important to our bodies، المية بتكون مهمة جدا عشان اجسامنا. We should drink a lot of water every day، احنا ينبغي علينا ان احنا نشرب مية كتير كل يوم. Exercise keeps you healthy، التدريب او التمرين بيخليك بصحة جيدة. Try to do a sport like football or tennis، حاول ان انت تمارس رياضة زي مثلا ان انت تلعب كرة قدم او تلعب تنس. It makes you fit، الرياضة هتخليك لائق بدنيا، هتخليك سليم البنية، هتخلي جسمك كده جميل وكله عضلات. Eat fresh fruits and vegetables، كل فاكهة وخضار طازة. That have a lot of fiber and vitamins، الفاكهة والخضروات دي بيكون فيها ألياف وفيتامينات. Don't eat too many sweets، ما تاكلش أكل فيه حلويات كتير. It's unhealthy، الحلويات دي أو السكريات غير صحية بالنسبة لجسمك. Sleep for about 8 hours every night، حاول ان انت تنام كل ليلة حوالي 8 ساعات. Good diet، النظام الغذائي الجيد. Exercise، التدريب او التمرين. And enough sleep، والنوم الكافي. Are the keys، بيكونوا مفاتيح. مفاتيح ايه؟ To have a healthy lifestyle، مفاتيح ان يكون عندك اسلوب حياة صحية. يبقى لو انت عاوز حياتك أو جسمك يكون بصحة جيدة لازم تعمل الثلاث حاجات دول. أول حاجة good diet، تاني حاجة exercise، تالت حاجة enough sleep. نشوف الأسئلة. عندنا في الأول أسئلة choose. Number one، the text is about how to keep healthy، النص بيتكلم عن إزاي تحافظ على صحتك. Number two، mean keeps you fit and healthy، طبعا الإكسرسايز التمرين، التمرين بيخليك فت، بيخليك لائق بدنيا وكمان بصحة جيدة. Number three، we should sleep for about، احنا ينبغي علينا ان احنا ننام لمدة قد ايه؟ 8 hours every night، 8 ساعات كل ليلة. Number four، are too many sweets good for us، هل الحلويات الكتير قوي بتكون مفيدة لصحتنا؟ طبعا no. وبعد كده هنعمل ايه؟ هنشيل too many sweets ونكتب they، الاسم الجامعي سواء عاقل أو غير عاقل بنشيله وبنكتب مكانه ضمير الفاعل زي. No they aren't، ليه aren't يا مس؟ عشان مع no لازم نحط النط على الفعل الناقص أو الفعل المساعد. No they aren't، دي إجابة قصيرة، اللي حابب بقى يكتب long answer هيكمل. No they aren't good for us، لأ هم مش مفيدين بالنسبة لنا. Number five، what are the keys، إيه بقى المفاتيح to a healthy lifestyle، لأسلوب حياة صحية. المفاتيح يا أولاد ثلاثة، good diet، exercise، and enough sleep، دي الإجابة. هنا هنكتب number five. عندنا بعد كده سؤال the reader، زي ما أنا قلت لكم الستوري موجودة اللي حابب يشوفها هناخدها إن شاء الله تاني مع بعض. Number five، choose the correct answer. Number one، Omar always not his hands before eating، طالما في always يبقى ده زمن مضارع بسيط. عمر اسم مفرد يبقى هيحب الفعل بعده في ايه؟ في is، يبقى الاختيار الصح washes. Number two، our heart not the blood around our body، دي حقائق، الحقائق يبقى زمن المضارع البسيط. Our heart اسم مفرد يبقى الاختيار الصح pumps. Number three، أميرة not go to school on Sundays، يوم من أيام الأسبوع مجموع، يبقى برضو زمن مضارع بسيط. أميرة اسم مفرد يبقى بتحب الإس، حد يقول لي طب ما إزنت فيها إس وهازنت فيها إس يا مس ودازنت فيها إس، بس يا حبايب قلبي جو هنا في الإنفينيتيف بعد هازنت وبعد إزنت، الفيرب مش بيكون في المصدر، أمال بعد مين بقى بيكون في المصدر؟ بعد دازنت. Number four، she not in Cairo with her family، she اسم مفرد بيحب الإس، بيحب الفعل بعده في اس، يبقى الاختيار الصح lives. Number five، does Adam not his grandpa every week، does يا مس
مع داس بيجي الفعل فين؟ في الانفينيتيف، يبقى الاختيار الصح فيزيت. نمبر 6، سؤال الترتيب، pumps the blood body all over our heart. ذا مين بقى؟ the heart، القلب. بيعمل ايه؟ محتاجين فعل pumps، بيضخ. بيضخ ايه؟ بيضخ الدم، blood. لمين بقى؟ all over our body، إلى كل الجسم بتاعنا، يبقى body number 7. number 2، you're studying does like history friend. does فعل مساعد، هندور على مين؟ على الفاعل your friend. هل صديقك بيعمل ايه؟ صديقك، هندور على الفيرب في الانفينيتيف عشان عندنا does like. بعد like الفيرب يا ولاد بيكون مضاف له ing. نقول من الأول، does your friend like studying history؟ هل صديقك بيحب إن هو يدرس مادة التاريخ؟ مالناش دعوة، احنا بنرتب وبس، مش بنجاوب على السؤال. number 3، gold one آية، medals silver and آية، مالها؟ one فازت، فازت بإيه؟ gold and silver medals. دي آية، دي شاطرة جدا. آية فازت بميداليات ذهبية وكمان فضية. ينفع العكس؟ آه، بس طبعا الجولد لازم يجي قبل السيلفر، تمام يا ولاد؟ له الأحقية يعني. عندنا بعد كده آخر سؤال، respiratory system، الباراجراف، مجاب عنه في نهاية الكتاب. هنقرأ الباراجراف مرة واثنين وثلاثة، وطبعا في الأول هنكون قاريين الدرس وحافظين الكلمات، عشان الباراجراف بيعتمد على حفظ الكلمات بتاعت الدرس. وبعد كده هنقرا الباراجراف اللي موجود في نهاية الكتاب، هنقرا مرة واتنين، وبعد كده يا مس هنكتبه بأسلوبنا. الجملة بتبدأ بسبجكت وفيرب وبعد كده تكملة، ماشي يا ولاد؟ نصيحتي دايما الجمل تحاولوا ان هي تكون صغيرة. سايبه لكم لينك الجروب بتاعي بتاع التليجرام في الديسكريبشن، بنزل عليه كل جديد. بحبكم قوي، ودلوقتي هقول لكم باي باي.